هنا القدس دوت كوم. من أبرز عناوين الأخبار اليوم: حماس تؤجل الرد على الورقة المصرية وتقول إن لديها ردودا واضحة وجازمة حول تقرير جولستون، وأن سلطة رام الله ساوت بين الاحتلال والفلسطينيين. الإدارة الأمريكية قلقة من تدهور العلاقات التركية الإسرائيلية، ونتنياهو يرى أن أنقرة لم تعد وسيط سلام نزيه. الوقت الباقي: فيلم يروي قصة أسرة فلسطينية يفوز بجائزة أفضل فيلم روائي من الشرق الأوسط في مهرجان أبوظبي السينمائي. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يمدد مدة عمل الاتحاد العراقي إلى حين موعد الانتخابات المقبلة. للتفاصيل زوروا موقعنا www.alquds.com. تحية لكم وإلى اللقاء.